السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح أشرح لكم على تنصيب برنامج فيديو سكرايب من البداية، حتى أنا كنت منصبه ومسحته على مود إنه أنتم تستفادون، لأن موضوع الكراك مالته يعني مو صعب، وإنما يعني الناس اللي ما عندها خبرة بموضوع الكراكات ويجي أمور ممكن يكون عندهم هذا الفيديو سهل. أنا يعني خازنه طبعا بالداونلود، هذا هو اهم شيء عندي قبل ما تنصبون البرنامج، انه انتم تطفون الانترنت، لان يعني هاي يعني مشكله رئيسيه هاي. اذا انتم ما تطفون الانترنت في البرنامج تماما ما يتكرك، والشركه ممكن تلقفوا انه انتم يعني ماخذين بدون رخصه. فاني طفيت الانترنت هنا، وطبعا هنا كنا نطفون الانترنت، يا اما تقولوا طيران يا اما تقولوا واي فاي اوف. صبح مكان التنصيب بالسي، طبعا هذا المكان مالته، طبعا هذا للعلم هذا 64 مو 32 بت السيستم مالتي. اللي عنده السيستم 64 حيستفاد من عنده كلش. ما حيفتح عندك لان الانترنت اصلا ماكو. تمام، أنا ألغيه حتى ما يفتح التطبيق. ما بعد ما كملنا نروح على كراك، نسوي له كوبي، نروح على مكان التنصيب مالته، open file location، هنا أنا نخليه continue. تمام، هسه البرنامج يتكرك سهل كلش. هسه نفوت على التطبيق وهذا. ها هنا طلع عندكم هذا الشكل، نقول له لوج ان، راح ينفتح عندكم هذا الشكل. اذا ما طفيتوا الانترنت راح يسبب عندكم مشكله، ونهائيا بعد ما تقدرون تنزلون البرنامج على الحاسبه. تمام، اكس اوكي. ها هنا عندي مشروع طبعا سابق، وهذا المشروع الجديد. تمام، عندنا هذا واجهة البرنامج. واجهة البرنامج تتضمن الصور اللي هو موجودة بالبرنامج. طبعا هاي هنا تقدرون تستوردون اي صورة موجودة عندكم بالحاسبة. لو فرضنا هذا، تقدرون تصور هوم بورد، طريقة الرسم مالته اوكي، نختار هذا الشكل، نزلت عندنا هاي الشكل. تمام، وتقدرون تستخدمون الاشكال اللي هي موجوده بالحاسوب او بالبرنامج العفو. شوفوا هنا مقسم لكم اياها كلها، وايد عندكم هنا اشكال تقدرون تستخدمون، هاي الاسهم وهاي البزنس، تقدرون كل شيء هنا تستخدمون. شوفوا طبعا هنا عندكم هنا هاي اشكال هوايه، هنا ترجعون عليها وايد عندكم نجمة مثلا. اوكي، نجيب شكل ثاني حتى يكون عندنا امثلة للموضوع. هنا عندنا هواي هواي اشكال شخصيات. وفرضنا هذا شكل، جبنا هنا هاي نجمة هنا، طبعا هاي الصورة اللي استوردناها طبعا. هذين الصور اللي انا مستخدمها من سابقا حتى تكون موجودة وواضحة جدا لكم. خلنا نفرض هذا نستخدمه. هنا تقدرون تزغرون تكبرون هاي الشكل نفس الشيء. تمام، نخلي هذا هنا، هاي النجمة هنا، وهذا الشخص نحوله هنا طبعا نكبره براحتنا. هاي هنا مجموعة الطلاب. تمام اوكي، هنا عندنا نقدر نستخدم الكتابة اللي نريد نضيفها، مثلا اوكي 2 في 3
اذا تريدون تضيفوها نانا تقدرون، اذا تريدون تستنسخوها واذا تريدون تطلعون شكل اخر مثلا هاي كنترول سي كنترول في ينزل عندكم هذا الشكل، وعندكم طريقه ثانيه هذا الكوبي وهذا البيست. انا عندكم الشكل عندنا هنا صار اربع اشكال تمام. هنا هذا الجداول تمام، ما اعتقد انه نستخدم بهذا الموضوع، عندنا طريقة عرض اخرى طبعا هذا هنا عندنا موسيقى نقدر نخليها باجراوند مع الكلام او مع الشرح، هذه نطلع عنها بس لانه انا ساد الانترنت فما اقدر انه اني اضيف فد موسيقى او فد شيء، بس افتح الانترنت ممكن يوقف عندي البرنامج. نروح هنا اذا احنا عندنا موسيقى او فد شيء بالحاسبة نقدر هنا نستوردها، نلغي هذا، هذا الصوت نقدر نسجله مع هذا الفويس اوفر، نقدر نستخدمه مع الدرس، اثناء الدرس نقدر نشرحه احنا، هذا الستوري بورد يعتبر وهذا التايم لاين يعتبر. هنا عندك تقدر تغير لون السبوره او شكلها، شوفوا هنا راحتكم، نرجع على هذا، طبعا هنا اللون نقدر نستخدم لون السبوره، نرجع اللون الابيض تمام. طبعا هاي انتبهوا عليه الشغله، خلينا نرجع نكمل هذا. هاي طبعا شكل الايد تريد تستخدمه، انت تريد تستخدم هذا الايد اوكي حيطلع لنا هذا الشكل. ورا نكمل هنا نسوي له بلاي، شوفوا استخدم الايد اللي احنا ردناها، شوفوا هعلمكم على طريقة انه شلون يقلل السرعة وشلون يبطئ السرعة اثناء الحركة واثناء الانتقالة واثناء الرسم موجود. هاي هنا شوفوا هاي تحسوها يعني اعتقد طريقة معقدة للمتلقي من ينتقل من مكان الى مكان، من شوفوا شوفوا رجع اوكي. نجي على هذا التايم لاين مال الفيديو، هذا يعتبر اول صوره يبلش بيها، هاي الثانيه وهاي الثالثه وهاي الرابعه وهاي الخامسه وهاي السادسه والى اخره. نجي مثلا على الاعدادات هاي الصوره اللي هي هاي الصوره، هاي الاعدادات مالتها اذا اريد نشغلها نجي من هنا فقط حيشتغل وحدها، شوف من هنا حتشغل الصوره وحدها. هنا نقلل السرعة مالتها، شوفوا 5 ثواني شوف السرعة خلاص ها هي تمام. شوفوا نقدر نشغلها بس هاي الشغلة، نقللها من هنا نزيدها السرعة مالتها، سرعة الترانزيشن ما بين مكان إلى آخر نقدر هنا نزيدهم ونقدر هنا ننقصهم. هاي الإعدادات مالت باقي الصورة، شوفنا نقدر نسوي الاوت لاين للصوره، شوفنا نغير المود مالتها، اعتقد هاي واضحه كلش، هاي تفتر تروح يمنى ويسرى، شوفوا وهاي هنا تقلل السطوع مالتها. نقدر نحذف هذا الشكل من هنا ونقدر نخلي له ايد واحد تختلف عن الايدينات الباقية بالرسم، هذا نقدر نختار مثلا هذا، شوفوا هذا الايد نقدر نستخدمه بس ندوس اوكي يطلع. شوفوا هاي نقدر نضيف عليه، شوفوا تبدلت. اوكي تمام، مثل ما كملنا الاعدادات مالتها من هنا تقللون السرعه ما بين حركه وتزيدوها براحتكم، من هنا تقللون وتنقصون اوكي تمام. نجي على هذا
شوف هواية 13 ثانية مثلا، نجي على هذا نلقى 7، نجي على هذا نلقى 30، كلش هواية. نجي على هذا مثلا نقدر نزيده ونقدر ننقصه براحتنا، هذا الاوتلاين. شوفوا هنا اكو طريقة كلش مهمة، اتمنى تنتبهون عليها لانه كلش حتفيدكم. شوفوا هنا أنا مثلا اذا نريد نقدم درس مثلا، هذا يعتبر درس الاول، تمام؟ شو نسوي احنا؟ نحدد الصور اللي موجودة هنا، ندوس كليك يسار شيفت، 1 2 3 4 5 6 7 8، اوكي هذا الشكل كلي تمامتنا اصبح، تمام؟ اريد صورة ثابتة، ما اريد كل شوي تتقرب على هذا الشكل ترسمه وبعدين ترجع ترسم هذا وبعدين تروح من هنا، لا اريد بقى على ما هو، اعتقد انه يكون واضح جدا للمتلقي، تمام؟ نحددها كليتها مثل ما اتفقنا. هاي الكاميرا مالتنا، هاي الكاميرا مالتنا نقدر انه احنا نسوي كاميرا ثابته وهو ينطينا ويعطينا درس مثل ما احنا حاضرين، بس ندوس هاي صار جروب كامل. لاحظوا هشغل بلاي، شوفوا شوفوا هتلاحظون انه ما بي انتقالات، كاميرا ثابتة. وإلى آخره. تمام. مثلا هسه لو نفرض مثلا كملنا هذا الدرس الأول، أريد مثلا ننتقل إلى الدرس الثاني، نجي هنا نوخرها، كل شيء يعني حيظل على ما هو طبيعي، لا تخافوا انه هو ما يتخربط ولا كل شيء، بس اذا تقربتوا مثلا على هذا تأشرون وتوخروه لا حيتخربط. بينما اذا تدوسون على هذا كليك يسار وتوخروه كليته يعتبره جروب كامل، وخرتوه هنا. نبدا مثلا نعتبر الدرس الثاني، ماشي؟ نجي على الاشكال هنا، هم نضيف اشكال اذا عندنا بالحاسبه او اذا نقدر نضيف. هذا مثلا نضيف الثاني. طبعا ما ارد اطول عليكم الدرس لانه حتى ما يكون عندكم تعقيد اكثر. شوفوا هذه الاشكال كلش هوايه، هذا او مثلا نجيب هذا خلي هاي مال ماوس، اوكي هذا احنا نعتبر الدرس الثاني، تمام؟ ها نجيب كتابه مثلا كبرها خليه هنا، تمام. شوفوا انتبهوا على شغله واحده بالدرس الثاني، اول ما يبلش الدرس الثاني راح يبلش بهاي، وراه يبلش بهذا، وراه يبلش بهذا، وراه يبلش بهذا. اذا نريد احنا مثلا نسوي مثلا هذا نخليه مثلا ورا هذا، تمام؟ شو نسوي؟ شوف التايم لاين، مجرد نشيل ونخليه فقط، مثلا هاي خليها بالاخير ما نخلي ويلكم مثلا، شوفوا يشيلها سوري يشيلها قدمها وهكذا، نقلل السرعة مالتها. شوفوا ندخل على هذا فقط، اوكي، ونقدر من هنا فقط يحدد وحدها، شوفنا الشكل، تمام؟ نرجع من هنا، شوفوا صار عندنا هاي هسه، خلينا نقلل عدد الحركات اللي هي موجودة كليتها، طبعا نقدر نقللها من هنا ونقدر نقللها من هنا، نقدر نسويها واحد، شوفوا السرعة اللي حيكون هسه، نقلل هذا، طبعا كلش كلش هواية، حاولوا انه انتو لا تطولون الدرس، ما يكون اكثر من 15 دقيقة بالزايد حتى ما يكون ممل. شوف هاي كلها اصلا بطيء، شوفوا حنبدي من هنا اول شيء، شوفوا هذا الدرس الاول نرجع عليه كمل، بلش بالثاني هم كمل، هذا الثالث هم كمل، الرابع هم كمل، هاي احنا نثابت كاميرا ثابتة ما تحركنا. كتبوا هذا كمله، كمل هذا ايضا، شوفوا انتقل على الدرس الثاني،
مباشرة. شوف ان انا عندي ما لعبت بالحركة مالته، ولهذا شوية بطيء تحسوه، مثل ما علمتكم شلون تقللون سرعة سرعة الرسم مالته او التبطيء مالته براحتكم. اوف شوفون انا ما سوينا الكاميرا مثل ما اتفقنا، بتحسون ده ينتقل من مكان لمكان. هسه اعلمكم واعيد هالدرس واعيد هالموضوع بشكل سريع. كمل خلص اوكي. شوفوا ليش رجع اخر شيء، رجع على اثنيناتهم، لا هاي غلط. اريد مثلا من يكمل يبقى على هذا. شوفوا روح على هذا، دوس طبعا شيفت، لا تنسون كليك يسار كليك يسار كليك يسار. شوفوا وين نروح، نروح على الكاميرا هاي. طب اوكي شوف ايش حيصير عندنا. نبلش مثلا من هنا، لو فرضنا احنا نبلش من هنا، شوفوا كاميرا ثابتة عندنا. اوف خلينا نقلل الحركة مالته كل شوية. 3 شوفوا زادت عندنا الحركة. هنا نقطة مهمة ما ذكرتها طبعا، روحوا على هاي حتى تبقى الكاميرا ثابتة، بالأخير ما ترجع زوم اوت. طلعت الكاميرا ثابتة، لاحظتوا هاي الفقرة تنسوها. خلي أعلمكم طريقة بعد جديدة، هذا الدرس الأول وهذا الدرس الثاني، إذا تريدون درس ثالث ما يخالف تدلون. أوكي هسه هضيف لكم، شوفوا البرنامج للأسف للأسف ما يدعم اللغة العربية، لكن أكو طريقة لقيت لكم إياها ممكن أنتو تكتبون بيها اللغة العربية وتقدرون تضيفوها هنا. أنا ماشي بطريقة جدا سهلة ومو معقدة. أوكي فتح كبرها، طريقة ما بدي أعقدها عليكم ولا أصعبها. تروحون على التكست هذا، لو فرضنا مثلا نكتب مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. أوكي هنجيبه هنا أنا. مثل ما هي موجودة طبعا، سوري لانه اكو بيه مشكلة البرنامج لانه بورتابل، فاعتقد يعني شوية ضوج. راح انزل لكم النسخة اللي ما تكون بورتابل، تكون كاملة تمام، لانه نسخة سريعة انا نزلتها. اكسبورت بيت ماب، مكان التخزين مالته اللي انتو تريدوه. اكسبورت خزن الكتابة على الديسكتوب، نجي نستوردها من هنا. مثل ما وضحنا لكم انه من هنا انت تستورد الكتابة، ونخليها مثلا بالديسكتوب بي ان جي. شوفوا حتجي الكتابه، حيقول لك طريقه الرسم مالتها، وانا يعني افضل ان تستخدمون هاي. شوفوا خلوه هنا أنا. مثل ما قلت لكم برنامج ما يدعم اللغه العربيه للاسف. من هنا هذا عندك الفونت، نوع الفونت اذا تريد انت تستورده على البرنامج نفسه، مجرد انه تضغط عليه انت يسوي له امبورت، يجي يخزن هنا يطلع الاسم مالته هنا. بس لانه ياخذ وقت فاني حاعبر هاي المرحله لان ما اعتقد شيء مهم. شرد بال والله ما اعرف وين وصلنا. هذا التايم لاين مالتنا، هذا التشغيل مالته. طبعا هذا الدرس الثالث يعتبر تمام. شوفوا مثلا وصلنا هنا، كمل هذا، شوفوا راح من مكان الى اخر. نقدر نغير الشكل مالت الايد. شوفوا هذا النمط اللي حيكون بيه، لو نفرض مثلا هذا، ما ادري شنو هاي.
شوفوا هذا المثال مالته. اوكي اوب، شوفوا هنا الشكل نفسه. برنامج مو صعب وسهل، وارجع واقول لكم انه طفون انتم الانترنت من تريدون تشغلون البرنامج، لانه حيسبب لكم مشكله كلش كبيره ويحرمكم حتى من البرنامج. اذا تريدون، وصلنا نهايه الدرس، اذا تريدون تخزنون الدرس هذا تروحون على هاي هنا، خزن عندك باوربوينت هنا على الفيسبوك يخرجه، هنا على اليوتيوب. ما اتمنى منكم تستخدموا ذني كلن اصلا، استخدم فقط هاي حتى ما يتعبكم. هاي هنا انت تستخدمون الاعدادات الفورمات، تستخدمون الكويك تايم، او لا تنسوا تستخدم اي في اي، هاي الصيغه اللي انتم تريدون تخرجون عليها. انا اتمنى منكم توقعوا على هاي، يعني هاي مناسبه وهاي مناسبه طبيعي. موف خلينا نبقي هنا على هاي. السايز مالتها يعني لا تزيدوا اكثر من 1080 الى 720 مو اكثر. هذا اسم المشروع مالتك، اثنين نسميه على مكان مالت الديسكتوب. اوكي شوفوا هنا عندنا راح يرندر المشروع، يعني ياخذ منك بضع الدقائق اعتقد، يعني شوي مشكلته هذا يطول، يعني 15 دقيقة بالزايد 17 دقيقة هيك شيء اكثر شيء. شوف هنا طلب عندك وقت 15 ثانية دقيقة العفو.